للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قل إن وما أرسلنا في قرية من نذير وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسنون. نمر إلى السؤال الثاني من سورة الزمر. اقرأ من قول الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يستطيعون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقولون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولو بسط فإذا ذكر الله وحده اشمأزت وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما مكروا ما بدا